نور الدنيا كلها علي، سعداء ان احنا بنشوفك للمره الثانيه على يعني مرت ايه سنه او سنه وشويه بس، بسم الله ما شاء الله في السنه دي في 13 14 رقم قياسي جديد اتحقق، وانت كنت معانا ومحقق رقم قياسي واحد صح كده؟ الله يكرمك انا اسعد. طب ما تلخص لنا كده السنه ونص دي حصل فيها ايه؟ بدات بقى يعني من اول رقم قياسي كان الجامب سكوات ده كنت محقق فيه 80 عده في الدقيقه، والحمد لله ما زلت محتفظ بالرقم ده. بدات بقى اكمل مسيرتي في تحطيم الارقام القياسيه، جه بعد كده الرقم الثاني ليا كان تمرين السكوات بالبادي ويت بوزن الجسم في 3 دقايق حققت 206 عد. الرقم ده عشان الرقم ده كنت اول حامل ليه في موسوعه جينيس، كان رقم مقترح جديد يعني منهم، كنت لازم اعدي ال 200 عد. الحمد لله وصلت ال 206 وتصنف من ضمن افضل الارقام القياسيه في موسوعه جينيس في شهر يونيو 2021 ونزل على القناه الرسميه بتاعته. الرقم الثالث بقى كان تمرين السكوات بوزن 60 رطل حققت 59 عده في الدقيقه. 9 وكام؟ 59 عده في الدقيقه. في الدقيقه. 60 رطل. احنا معانا فيديوهات او حاجه يا جماعه ممكن نتفرج عشان برضو الصوره تبقى واضحه لينا. الرقم الرابع بقى كان تمرين السكوات برضو بوزن 80 رطل تمام حققت 53 عده في الدقيقه. اوكي. حلو. واضح انت مركز مع السكوات بصفه خاصه يعني. يعني انا اول رقم قياسي طبعا خدت شوط طويل قوي على التاهيل له يعني، فبقيت مؤهل ان انا احطم ارقام اكتر قياسيه في مجال السكوات يعني ومجال اللياقه البدنيه عموما. الرقم القياسي الخامس بقى كان في تمرين الباكورد لانجز، تمرين الطعن الخلفي. بعمل طعن للخلف. يعني بتعمل طعن خلفي؟ ممكن لو الفيديوهات موجوده تعرض او ممكن اعرضها انا. مفيش اي مشاكل. طب هو ممكن علي يقوم يعمل لنا حاجه؟ مش هيعرف علي يقوم؟ طيب هنحاول. طب على الاقل يعني شرح ولو مبسط كده للحركه. انت بتكون واقف تمام؟ بترجع خطوه للخلف بتعمل زي سبليت كده. اوكي. تمام؟ بتنزل طعن بتعمل 90 ديجري في الركبه اللي قدام والركبه اللي ورا تمام؟ وترجع تاني لوضع الوقوف الكامل، بعد كده تشتغل ده بالتناوب. ده رجلي ورجلي يعني؟ اه بالظبط. تمرين مشهور جدا، تمرين برضه من التمارين الصعبه على فكره. بالظبط، وبتساعد برضه عضلات الرجل يعني. تمام. الرقم القياسي السادس كان في تمرين السكوات ثراست، ده تمرين بيستهدف عضله القلب، تمرين كارديو يعني. التمرين ده شلت شنطه فيها 40 رطل حققت 28 عده في الدقيقه. اوكي. لا رطل ده يبقى كام يعني؟ 40 رطل اللي هو 18 كيلو. 18 كيلو. وبيكون متصور بقى كل اللي انت بتعمله ده، بيكون متصور ولا بيكون لايف؟ لا بيكون متصور ولا تمام، انت بتسجل فيديو بس بيكون ليه طريقه معينه في التصوير. يعني الارقام القياسيه مثلا اللي فيها اوزان لازم الوزن ده بيتصور قبل وبعد الحدث من غير مونتاج. اوكي. تمام. وفي زوايا معينه كده بتغطي الحدث بحيث ان هم يتاكدوا من اي شبهه. بالظبط طبعا. يعني لا يعني بيشتغلوا بحياديه تامه يعني، ولازم يعني بتستوفي الشروط علشان تقدر تتقبل في الموسوعه يعني. الرقم القياسي السابع بقى، ولا احنا قلنا كام؟ السادس. تهنا منك في ارقامك القياسيه. هي لو الارقام معروضه انا على فكره بنسى اصلا الارقام القياسيه يعني، في ارقام قياسيه كمان مرفوضه مني، فكل الارقام بتدخل في بعض، فلو الارقام اتعرضت يكون احسن يعني. طب ممكن تجيبه لنا في الشاشه الكبيره يا جماعه احنا مش شايفين. الرقم القياسي بقى السابع كان تمرين السكوات تمام ثراست برضه بوزن 100 رطل اللي هو 45 كيلو كسر حققت 15 عده في ده. لا ده الباكورد، ده الباكورد لانش ده. اوكي. حاجه و50 انت قلت في الدقيقه. اه ده 53 عده في الدقيقه. طب هو ده اعلى واحد بعدك عمله قد ايه؟ ما انا حطمت الرقم ده مرتين كمان وتسجلهم. كان ايه بقى؟ نفس التمرين ده حطمته تاني، حطمت الرقم السابق وصلت ل 58 عده تقريبا. علي خلاص ما عندوش منافسين وبينافس نفسه. بالظبط. هو بيحطم ارقامه هو الشخصيه. اللي قبلك كان اللي قبل كان رقم قياسي جديد، كنت المفروض اتخطى 40 تكرار في الدقيقه. ده هو زيه زي الرقم برضو بتاع السكوات، كان رقم قياسي جديد. اللي هو كام؟ قول. كان 40 تكرار في الدقيقه. 40. اوكي. ما ده اللي بساله. حاويت هو خلي بالك وفضل ثابت مش عايز يقول الرقم لغايه لما ضغطنا عليه. طيب ده واحد من التمرينات، ماشي كمل. بعد كده بقى حطمت رقم قياسي في الضغط تمام، اسمه ضغط سبايدر مان تمام. ليه كده؟ اي ماشي. يعني بنزل ضغط عادي خالص على القبضه، بقرب الركبه من مفصل المرفق هنا. تمام. وبنزل 90 درجه عند المفصل القلبه يعني تمام. حققت 41 عده في الدقيقه، كنت شايل شنطه فيها 20 رطل اللي هو 9 كيلو. ده صعب عن اللي احنا شفناه دلوقتي، بالتالي اصعب. هو بالنسبه لي ارقام الضغط صعبه
يعني السكوات ايوه ده بالظبط ده تمرين ضغط اهو شايفينه. السكوات بالنسبه لي اسهل لان قعدت فتره طويله جدا اشتغل عليها. تمام. حتى معظم المصريين اللي بيحطموا ارقام بيحطموا في الضغط، وارقام الضغط مفتوحه كتيره جدا طبعا. في اقتراحات منها كتيره جدا. السكوات محدوده شويه، لذلك انا بحطم ارقام اللي فاتت لاني مش لاقي ارقام قياسيه تناسبني يعني. فده رقم في الضغط حطمته ده. تمام. في رقم ده انت شايل هنا 18 كيلو؟ لا 9 كيلو كاس، ده 20 رقم. حاطط ايه 9 كيلو يعني؟ احيانا بحط رمل، احيانا بحط مثلا طارات اوزان حره. اوكي. والرمل بيكون افضل بالنسبه لي يعني، بحيث ان هو